طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا. هنتكلم بشكل سريع على مسؤولية منظمات الأعمال اليوم، وحنتكلم أيضا عن بعض وظائف منظمات الأعمال يمكن تكون هي الوظيفة الأساسية في منظمات الأعمال، أو من إحدى الوظائف الأساسية في منظمات الأعمال، ألا وهي وظيفة الإنتاج. نبدأ بمسؤوليات منظمات الأعمال. طبعا تندرج العديد من المسؤوليات تحت منظمات الأعمال، أساسها اللي هي المسؤولية الاقتصادية التي قامت على أساسها هذه المنظمات. فالمسؤولية الاقتصادية هي أساس منظمات الأعمال. عندنا أيضا المسؤولية القانونية، وهي بطبيعة الحال الالتزام والوفاء بالوعود والوفاء ب يعني ليس فقط بالعود، وإنما الوفاء بجميع ما تلتزم به هذه المنظمة تجاه الغير، منها العقود، منها تسليم الأرباح، منها الوعود للمستهلك، خدمات ما بعد البيع إلى آخره. عندنا المسؤوليات الاجتماعية، وهي الأنشطة التي تقدم في سبيل خدمة المجتمع. أخيرا المسؤوليات البيئية، وهي المحافظة على البيئة وعدم إهدار الموارد. المسؤولية الاقتصادية تتلخص في عاملين، أولهما اللي هي المحافظة على ثروات ومقدرات الدولة الطبيعية. طبعا المحافظة على ثروات ومقدرات الدولة الطبيعية هذا يضمن استمرار العمل أو عمل هذه المنشآت لفترات أطول دائما. عندنا بعد كده الكفاءة في إنتاج السلع والخدمات والفاعلية في توزيعها، بمعنى أنه على منظمات الأعمال الالتزام بجودة المنتجات وتوزيعها بكفاءة وفعالية، وهذا أيضا عامل جدا مهم لهذه المنشآت والمنظمات، لأنه إذا ما وصلت هذه المنشآت والمنظمات إلى العمل بكفاءة عالية وفعالية عالية للوصول إلى أفضل خدمة بأفضل سعر أو بأقل تكلفة، إذا ما حتصل في نهاية الأمر إلى الربح المطلوب، وما حتصل في نهاية الأمر إلى توفير المنتج بالشكل المطلوب من قبل المستهلك. بمعنى أن على منظمات الأعمال الالتزام بجودة المنتجات وتوزيعها بكفاءة وفعالية. المسؤولية القانونية زي ما ذكرنا تكمن في التقييد بالتشريعات والالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالبلد. يعني عندنا مسؤوليات اللي هي وزارة التجارة مثلا، الغرفة التجارية إلى آخره، هذه كلها بتضع بعض اللوائح والأنظمة والتشريعات، وأيضا الوفاء بالالتزامات مع العملاء والمساهمين والملاك والموردين، والالتزام بالعقود المبرمة مع جميع من يتعامل بالمنظمة. المسؤولية الاجتماعية، بعض الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها الدولة أو تقوم بها المنظمات في سبيل يعني ما نبغى نقول دعم بعض الأنشطة الاجتماعية، منها على سبيل المثال بعض الرعايات الحصرية لبعض الأعمال الخيرية مثلا. عندك على سبيل المثال اللي هي مساعدة الشباب على الزواج مثلا، أصدقاء مرضى القلب، أو المشاركة في جمعيات أصدقاء، هذه كلها مسؤوليات اجتماعية. وهو الدور الذي يتعين على المنظمات لحل المشاكل الاجتماعية. مثال طبعا عندنا يعني جانب آخر للمسؤولية الاجتماعية، مثاله التعامل مع مشاكل البطالة وارتفاع معدلات التضخم، هذه كلها أيضا من المسؤوليات الاجتماعية التي تقع على عاتق المنظمات هذه. فعلى منظمات الأعمال حينها التدخل ومحاولة التعامل والتعاون المشترك بعضهم البعض أو مع المنظمات الحكومية لإيجاد الحلول وتنفيذها لحل هذه المشاكل الاجتماعية. من أهم أهداف هذه المسؤولية هو التكافل والتعاون بين المؤسسات بعضها البعض، ومساعدة المنظمات الحكومية في إنجاح والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد. عندنا المسؤولية البيئية، تعتبر مسؤولية منظمات الأعمال تجاه البيئة
من أهم المسؤوليات بسبب ما يترتب بسبب الإنتاج الصناعي والمبيدات والنفايات. عوامل جدا مهمة وعوامل جدا مؤثرة اللي هي الأنشطة البيئة التي تقوم بها بعض المصانع. يعني المفروض أن هذه المصانع تكون عامل بناء للمجتمع وليس عامل هدم، فبعض المصانع تلوث البيئة بشكل كبير ويؤثر بعد ذلك على الثروة الحيوانية والثروة الزراعية والثروة السمكية، وهذا طبعا خطأ كبير. فلا بد أن المنظمات تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأضرار البيئية والمحافظة على البيئة. ننتقل بعد ذلك إلى الأشكال القانونية لمنظمات الأعمال. عندنا 3 أشكال قانونية. عندنا المؤسسة الفردية. المؤسسة الفردية هي تتبع لشخص واحد يكون مسؤول عنها. ثانيا شركات الأشخاص. ثالثا شركات الأموال. المؤسسة الفردية نأخذها لها، يعني كل حاجة من هذه الأشكال القانونية لها سلبيات ولها إيجابيات. نبدأ المؤسسة الفردية، هي يمتلكها شخص واحد، يتمتع بكافة حقوق الملكية ويتمتع أيضا بالالتزام بكافة الالتزامات المالية، وأيضا له جميع المدخولات. يعني يلتزم تجاه الغير، له يعني لا يعني عليه الالتزام تجاه الغير وله الربح في حال الربح. أبرز الخصائص سهولة إجراءات تأسيسها وتصفيتها، محدودية رأس مالها مما يحد من إمكانية توسعها، أخيرا صغر حجمها في الغالب لا تؤثر على المجال الخارجي أو البيئة الخارجية، بينما تتأثر بشكل كبير من المؤثرات على البيئة الخارجية. بعد ذلك عندنا سلبيات المؤسسات الفردية. طبعا صعوبة الاقتراض، ما يعني البنوك من الصعب أن تقرض هذه المؤسسات. مسؤولية المالك غير المحدودة للدائنين، وهذا طبعا عامل جدا مهم وأساسي، حيث أن المسؤولية دائما لما تكون على عاتق شخص واحد يعني تكون صعبة جدا، لأنه حتى البنوك في نهاية الأمر ما تقرض، فإذا البنوك أيضا ما أقرضت إذا حيكون من الصعب. يعني ممارسة العمل التجاري في بعض الأحيان. طبعا بخلاف إنه في بعض المؤسسات كبيرة ولها نشاط كبير في المجتمع ولها نشاط تجاري كبير، ولكن أنا بتكلم عن الغالبية العظمى في هذه المجالات. ارتباط حياة المنظمة بحياة المالك، وأخيرا محدودية تأثيرها في البيئة الخاصة أو البيئة العامة. عندنا بعد كده النوع الثاني اللي هي شركات الأشخاص. طبعا منها الشركات التضامنية والشركات ذات التوصية البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم، وأخيرا شركة المحاصة. لكل من هذه الشركات خصائص معينة، لكل منها طريقة إدارة معينة، لكل منها أيضا يعني خاصية في توزيع الأرباح والخسائر على الشركات. بعد كده عندنا شركات الأموال. تندرج تحت هذا النوع الشركات القابضة وشركات المساهمة العامة وشركات الاستثمار المشترك. تتميز هذه الشركات بعدة مزايا، أهمها أولا أنها تشتمل على أسهم متساوية في القيمة يسهل تداولها. شركات الأموال تشتمل على أسهم متساوية في القيمة يسهل تداولها، وهذه طبعا الشركات المدرجة في أسواق المال. عمر هذا النوع من الشركات لا يقتصر على حد معين، ولا يغير اتفاق واختلاف المساهمين على الشركة ومسارها. ثالثا إدارة الشركة غير محصورة بالشركاء، بمعنى فصل الإدارة عن الملكية. أخيرا القدرة على تجميع كميات كبيرة من الأموال للتوسع والتطوير. عيوب هذه الشركات صعوبة الإنشاء، لها اشتراطات كثيرة لإنتاجها أو لإنشائها. عندنا بعد كده
إمكانيات خضوع الأرباح إلى خطط استثمارية، مما يؤثر على بعض الأشخاص اللي يكونوا أصلاً واضعين جل استثماراتهم في هذه الأنشطة في سبيل تحقيق ربح معين يعيشوا عليه، أو يعني يقدروا يستخدموه كل سنة أو بشكل دوري. إمكانية أنه تكون هذه الأرباح تخضع بعد كده إلى خطط استثمارية تؤثر على هذه الأنشطة. دورة حياة المنظمة، تمر المنظمة بدورة حياة تبدأ بنشأتها مرورا على مراحل الاستقرار وتنتهي بموتها. مرحلة الريادة، مرحلة شمولية المنظمة، بعد ذلك مرحلة الاستقرار، وتنقسم إلى قسمين اللي هي مرحلة الهيكل التفصيلي، وأخيرا مرحلة النضوج، وهنا آخر مرحلة اللي هي مرحلة الانحدار أو الاضمحلال. ناخذ هذه المراحل تفصيلا. عندنا مرحلة النشأة اللي هي أول ما تبدأ المنظمة، هي مرحلة البداية حيث تكون الأوضاع غير مستقرة، وتتطلب هذه المرحلة إلى كثير من الإبداع والعمل، ويصعب في هذه المرحلة تحديد أهداف المنظمة بدقة. بعد كده مرحلة شمولية المنظمة أو مرحلة النمو، تبدأ بعد كده تتضح بعض الأهداف. ما يكون في هيكل تنظيمي محدد، لذلك على جميع المنتسبين المنظمة بذل جهود مضاعفة للنهوض والوصول إلى مرحلة الاستقرار. مرحلة الاستقرار طبعا عندنا مرحلتين، اللي هي أولا مرحلة النضوج اللي يكون فيها جميع هذه يعني الهيكل التنظيمي يكون واضح، المهام والمسؤوليات تكون واضحة، الأنشطة التشغيلية الرقابية كلها تتضح، تطبق في هذه المرحلة جميع السياسات والإجراءات الداخلية، وتركز النشاطات نحو الكفاية والاستقرار. بعد كده المرحلة الأخرى أو النقطة الأخرى من مرحلة الاستقرار عندنا التوسع، وتعمل الإدارة في هذه المرحلة على تنويع المنتجات، تبدأ تحاول الدخول إلى أسواق جديدة وزيادة الكفاءة التشغيلية، وقد يكون التوسع خارجيا أيضا كمحاولة لاقتناص كل الفرص المتاحة. أخيرا اللي هي مرحلة الاضمحلال اللي تسعى جميع الشركات إلى تجنبها، يبدأ في هذه المرحلة الطلب على منتجات المنظمة وخدماتها بالتراجع، وقد يكون هذا نتيجة لشدة المنافسة، أو نتيجة لعدم مواكبة التطور التكنولوجي، أو بسبب بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. طبعا جميع الشركات تسعى دائما إلى عدم الدخول إلى هذه المرحلة، لأن هذه المرحلة خلاص تبدأ تؤثر على العلامة التجارية، وتبدأ أيضا يتأثر المنتج، وتبدأ الشركة نفسها بكبرها تتأثر، وممكن مع شدة التأثر هذا تبدأ تقفل الشركة أو تبدأ تتنازل عن بعض أنشطتها وبعض موظفينها. طيب بكده إحنا انتهينا من دورة حياة المنظمة، وانتهينا من مسؤوليات منظمات الأعمال، الشكل القانوني لمنظمات الأعمال. هنبدأ بعد كده في وظائف منظمات الأعمال. وظائف منظمات الأعمال عندنا وظيفة الإنتاج، وظيفة التمويل، وظيفة التسويق، وظيفة إدارة الموارد البشرية. يعني هنتكلم عن هذه بشكل أساسي. وظيفة الإنتاج، طبعا وظيفة الإنتاج من أساسيات أو من أهم الوظائف اللي موجودة في منظمات الأعمال. هنتكلم عن ماهية أو مفهوم وظيفة الإنتاج، خصائصها، أنماط الإنتاج، أهمية وظيفة الإنتاج. هنتكلم عن إدارة الجودة الشاملة، وهنتكلم أيضا عن إدارة عمليات الصيانة. وظيفة الإنتاج قديمة، قدم الإنسان بدأها بمفرده، ووسعها مع عائلته، وطورها بالاشتراك مع القوى الأخرى، الآلات مستقبلا، الأمور التي تسهل عملية الإنتاج، أصبحت وظيفة اقتصادية اجتماعية تعمل على خلق السلع المادية وتقديم الخدمات بهدف الرقي والرفاه للمجتمع. طبعا بدون منتج
إذا جميع الوظائف الأخرى اللي هي موارد بشرية وتسويق إلى آخره ما حتكون موجودة أو ما حتكون ذات أهمية. الإنتاج هو نتاج العناصر أو القوى التي تستخدم المدخلات في عملية التشغيل والتي تتمثل في كل من الموارد البشرية والمادية في فترة زمنية معينة. هذا مفهوم الإنتاج، اللي تأخذ مدخلات وتدخلها في عمليات تحويلية تطلع لمخرجات. إذا هذه هي وظيفة أو هذا هو الإنتاج. بينما المنتج هو المحصلة النهائية، هو السلعة أو الخدمة. ثالثا، عمليات الإنتاج. عمليات الإنتاج اللي هي تحدث بين لحظة دخول المدخلات إلى خروج المخرجات، اللي هي العمليات التحويلية اللي في المنتصف، وهي سلسلة إجراءات التشغيل التي تجرى على المادة أو المواد بغرض تحويلها من صورتها الأولية إلى صورتها الإنتاجية المطلوبة. إذا هنا تكمن وظيفة الإنتاج. وظيفة الإنتاج تكمن بين المدخلات والمخرجات. نستنبط التعريف، هي وظيفة فنية إدارية متخصصة تقوم على مجموعة من الأنشطة المتعلقة بإنتاج السلع أو الخدمات. يعني ممكن تكون شركة تنتج سلع وخدمات، نعم ممكن تكون شركة تنتج سلع وخدمات أو سلع أو خدمات، بدءا من تجميع وتهيئة المدخلات ثم إجراء عمليات التحويل والتجميع عليها والحصول على المخرجات ممثلة بالسلع والخدمات التي تشبع حاجات المجتمع. خصائص وظيفة الإنتاج، أساس الوظائف الإدارية هذه وأساس العالم اللي إحنا عايشين فيه هو وظيفة اجتماعية تقوم على العمل الاجتماعي. ما في وظائف الآن أصبحت وظيفة فردية، من الصعب إنك تجد وظائف فردية. أصبح كل الناس بتحاول إنها تكون مكملة لبعض. هي وظيفة اقتصادية تقوم على توظيف العناصر أو العنصر الإنتاج واستغلالها من أجل الارتقاء بالاقتصاد. طبعا تسعى دائما هذه الـ نقدر نقول الـ يعني الشركات إلى التطور، والتطور حيتطور ماليا، حتتطور اقتصاديا، حتتطور بشكل كبير في شتى المجالات، وحتبدأ تربح، حتبدأ تحقق نمو. طبعا على أثر هذا يؤثر في النهاية على الاقتصاد ككل، وأيضا حيؤثر إيجابا على هذه الشركة. هي وظيفة إدارية تقوم على مبادئ وأسس العمل الإداري، يعني فيها تخطيط، فيها تنظيم، فيها رقابة، فيها تنسيق. وظيفة رئيسية من وظائف المنظمة، صناعية كانت أو خدمية زي ما ذكرنا من البداية. وظيفة محورية في المنظمة. وظيفة فنية تقوم على مبدأ تقسيم العمل وتحقيق التخصص في النظام الإنتاجي على قاعدة تكنولوجية علمية. طيب هذه بعض الخصائص. إذا يعني اتضح لنا من الخصائص إنها هي وظيفة أساسية، وظيفة محورية في المنظمة. نظام الإنتاج طبعا عندنا مدخلات، أن تنتقل بعد كده هذه المدخلات إلى العمليات التشغيلية وبعد كده المخرجات. في بعض المعلومات المرتدة من الزبائن، من الخلل اللي ممكن يكون وجد في المنتج أو المنتج النهائي إلى آخره. طبعا هذه يتم التعامل معها كمدخلات جديدة، معلومات جديدة، وبعد كده يتم التعامل معها بشكل يعني توضع بعد كده في المنتج نفسه أو في العمليات التشغيل نفسها إلى أن تصل إلى مخرجات بدون هذه الملاحظات. كانت وظيفة الإنتاج تقتصر على تلك المنظمات التي تقدم السلع كمخرج لعملياتها الإنتاجية. ومع بداية عقد الخمسينات طبقت مبادئ وقواعد إدارة نظام الإنتاج المادي على إدارة نظام الإنتاج الخدمي، وأصبح هذا المصطلح يشمل الإنتاج المادي والإنتاج الخدمي. تعريف وظيفة الإنتاج، هي وظيفة فنية إدارية متخصصة تقوم على مجموعة الأنشطة المتعلقة بإنتاج السلع أو الخدمات، بدءاً من تجميع وتهيئة المدخلات اللازمة ثم إجراء العمليات التحويلية والتجميعية عليها والحصول على المخرجات ممثلة بالسلع
والخدمات التي تشبع حاجات المجتمع. تشبع حاجات المجتمع هو عنصر أساسي، لابد أنه هذه تشبع حاجات المجتمع، لأنه لو ما أشبعت حاجات المجتمع إذن لن يكون هناك أهمية لهذه العملية الإنتاجية ككل. فلا بد أن هذه العملية الإنتاجية تشبع حاجات المجتمع. طبعا عندنا زي ما قلنا مدخلات، أنظمة تخطيط ومراقبة، مخرجات، أفراد مصنع إلى آخره. يقوم نظام الإنتاج بالمهمات التالية: أولا، تحديد مواقع العمل وأنواع ومستويات المواد التي تحتاجها. عندك تحدد موقع العمل، تحدد بيئة المصنع نفسه، مستويات المواد، احتياجك من المواد، أنواع ونماذج الآلات والمعدات، ووضع برامج تشغيلها واستهلاكها وصيانتها، وأنواع العمالة المطلوبة، وتنمية مهاراتها وأعدادها للتشغيل على أساس تقسيم العمل وتحقيق لمبدأ التخصص. ثانيا، مزج عوامل الإنتاج وتصميم العمليات بطرق علمية اقتصادية وصولا إلى الكفاية الاقتصادية. ثالثا، تصميم وتطوير السلع والخدمات بشكل يتلائم مع رغبات الزبائن ومتطلبات العمليات الصناعية وطبيعة المواد والعمليات الإنتاجية. رابعا، تخطيط الإنتاج ووضع السياسات. شوف، كلها عمليات إدارية: تصميم وتطوير، تصميم العمليات بطرق علمية، تحديد المواقع، تخطيط الإنتاج، وضع السياسات، هذه كلها عمليات إدارية. خامسا، ضمان تنظيم العمل وتصميم نظام العمل وأنظمة المناولة في الوحدة الإنتاجية وجدول العمليات. وظيفة الإنتاج كعملية تحويل هي نظام يحول المدخلات إلى مخرجات. طبعا بتحويل المدخلات إلى مخرجات يطلع لك في النهاية منتج نهائي أو سلعة أو خدمة معينة. ما على سبيل المثال شيكات موقعة مصنفة، بنك، أخيرا شيكات مصروفة أو شيكات حساب، غرفة العمليات، الأطباء والمريض، بعد كده عملية استئصال مرارة على سبيل المثال. هذه طبعا تشير وظيفة الإنتاج أو عملية التحويل في وظيفة الإنتاج إلى أن العمليات إلى أن نظام الإنتاج أو عملية الإنتاج تحول أو تغير شكل المادة فتجعلها صالحة لإشباع حاجة أو خلق المنفعة الشكلية في السلع المنتجة. عمليات النقل من مكان نقل فيه منفعة الشيء إلى مكان تزيد فيه المنفعة دون تغيير شكله، أي خلق المنفعة المكانية، هذه أيضا عملية تحويل أو تغيير. ثالثا، عمليات التخزين، حيث يضيف التخزين منفعة إلى السلعة بعد فترة معينة. أخيرا، كل صور الإنتاج غير المادي التي يطلق عليها خدمات التعليم والصحة. أنماط الإنتاج: إن وظيفة الإنتاج كنظام إنتاج وكعملية تحويل تعمل على خلق السلع والخدمات في إطار صيغة نمط إنتاج محدد، وهذا النمط يشير إلى الطريقة التي يتم فيها تصنيع المنتج النهائي أو تقديم الخدمة النهائية. في مجال الصناعة فإن أنماط الإنتاج ثلاثة: أولا، عندنا نمط الإنتاج الجاري المستمر، وهو نمط الإنتاج الذي يكون أو الذي يقدم سلعة واحدة ومواصفات مستمرة، مواصفاتها نفسها. بناء على هذا الطلب المتوقع، كما هو الحال في صناعة السيارات أو الجوالات أو أجهزة الإلكترونية وغيرها. نمط الإنتاج بالدفعات: يعرف هذا النمط بالإنتاج المتقطع والمتكرر، حيث يتم تقديم سلع أو أجزاء عديدة تشكيلة الإنتاج خلال فترات مختلفة على شكل دفعات، وهذه السلع يحدد مواصفاتها المنتج. طبعا هذا على سبيل المثال الأدوات المنزلية، لأنها يعني بتكون على حسب احتياج يعني طالب هذه الخدمة وطالب هذا المنتج، والأثاث المنزلي أيضا على حسب المقاسات الموجودة.
الإنتاج الوحدة واحدة هذا طبعا بيكون يا إما إنتاج فيلا، يخت، قصور، جسور، بيوت إلى آخره، طبعا كلها حتى تحتاج إنه العملية الإنتاجية تكون في موقع الإنتاج، لأنه موقع الإنتاج له إحداثيات معينة وله خصائص معينة. إن اختيار نمط الإنتاج في الصناعة يتوقف على حجم دفعة الإنتاج، حيث أن هناك علاقة وثيقة بين حجم الإنتاج واختيار نمط الإنتاج. في مجال صناعة الخدمات فإن أنماط الإنتاج كثيرة ومختلفة نظرا لتنوع طريقة إنتاج الخدمات. إنتاج الخدمات عملية تحديد نمط صناعي معين يصعب، لأنه يتطلب إنتاج الخدمات دائما يعني بلاش يتطلب إنتاج الخدمات دائما ما يخضع إلى، ما بقول اشتراطات معينة، ولكن إلى طريقة معينة. فكل خدمة تقدم المنتج على حسب رغبته، يعني الشخص بيدخل سيارته الورشة، كل واحد خراب سيارته مختلف عن خراب سيارة زميله، أو خراب سيارة صديقه، أو خراب سيارة المستهلك الآخر. وعلى ذلك طبعا الخدمات تقدم على حسب رغبة المستهلك. طبعا أهمية وظيفة الإنتاج هي الوظيفة الرئيسية المساهمة في تحقيق إنتاجية المنظمة عن طريق خفض التكاليف المباشرة للإنتاج، وهي المؤثر الرئيسي الذي يقيس مدى نجاح، أو المؤشر الرئيسي الذي يقيس مدى نجاح أو فشل وظيفة الإنتاج، وبالتالي النظام الإنتاجي والمنظمة ككل. زيادة الإنتاج أو الإنتاجية هدف رئيسي تسعى إليها المنظمة ككل وكل وحدة وظيفية فيها، وزيادة الإنتاجية يعني بالضرورة تحسين استثمار عناصر الإنتاج في المنظمة. أخيرا الإنتاجية مقياس اقتصادي تحدد العلاقة بين المخرجات ومدخلات النظام الإنتاجي. وهذا طبعا النظام الإنتاجية أو الإنتاجية يساوي المخرجات على المدخلات. طيب بكده أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إذا في أي سؤال أو استفسار أنا حاضر. أتمنى لكم التوفيق جميعا، ونلتقي بمشيئة الله على خير. في أمان الله. السلام عليكم.